الغرفة ماشي ديالك راضي يطيب فين حالك الغرفة ماشي ديالك عمرك مالك الزبل انا ماشي بلا ما مش خفيف طرح بالله عطيتوا لي شي واحد هنا والاستفادة من الضمان الاجتماعي بثمن رمزي تمكين الصانع التقليدي بالمشاركة في معارض وطنية ودولية الاعتراف من طرف الوزارة المعنية بالصناعة التقليدية والحصول على بطاقة معترف بها من الوزارة ودعم الصانع التقليدي في قطاع النقل والتخفيض نسبة في المئة. لهذه الأسباب كلها نرجو التدخل العاجل لإنقاذ الصانع التقليدي من التشرد والتهميش والإقصاء. هذو المطالب اللي جاو ديال الصانع التقليدي يعني كاين واحد الإقصاءات اللي كيقول لك يعني خصكم تمشيو للقروض الصغرى لأن القروض الصغرى للقطاعات غير مهيكلة ولكن لما كنمشيو للقطاعات غير مهيكلة كيمشي للأبناك ما كاينش شي رد كاع ما كيردوش عليهم كيقول لهم ما كتوفرش فيكم الشروط ما عندكمش يعني شي وثيقة واخا رغم أن تناقش في البرلمان وتناقش في خطاب ملكي أن على أساس دعم الشباب والقطاعات غير مهيكلة لكن الشركات ديال الأبناك كيرفضوا هذا الشيء وحتى الدعم اللي جا ديال الانطلاقة حتى هو ما كاينش منه الدعم ديال الانطلاقة استفدوا منه الشركات الكبار الدعم ديال الانطلاقة كيف ما كاين وكنعرفوه كاين بدون ضمان بنسبة 2% اللي ستعطى ولكن الصانع التقليدي مقسم هذا الشيء الدولة يعني رفعت يديها على الصانع التقليدي ما إلا العين بصيرة واليد قصيرة الصانع التقليدي الآن كيطالب يعني بالقوت اليومي ديالو الصانع التقليدي عنده دخل واحد هو الصناعه ديالو اللي كان كيخدم لما توقف ما عندوش شي دخل ما عندوش تغطيه صحيه ما عندوش تعويضات على فقدان الشغل ولا شي حاجه الصانع التقليدي كيف ما كان باع السلعه ديالو باع ماكنو عليه الكرا مجموع الماء الضو ديال المحل الماء والضو ديال الدار الكريدي ديال الحانوت يد وحده ما كتصفقش ولكن الدوله ملي كنجيو نشوفوا هزات يديها على القطاع ديال السياحه والصناعه التقليديه فالصانع التقليدي الان مدينه فاس كيحتضر الصانع التقليدي مدينه فاس يعني كيطالب لقمه العيش ديالو ما لقاش حتى ما ياكل ما لقاوش الناس ما يدخلوا على وليداتهم فالمسؤولين كاملين يعني اي باب طرقوها ولا جهه طرقوها كلشي كيتهرب تم الصناع التقليدي داروا طلب للسيد الوالي جهه فاس مكناس ما تمش يعني ما جلسش معاهم لحد الان الساعه ما استدعاهم ما جلس معاهم ما كاين حتى شي حاجه شي رد بالنسبه رئيس الغرفه ديال الصناعه التقليديه اللي كيقول لك دعم الصناع التقليديين وعطاهم ودار لهم لحد الان ما كاين لا دعم لا حتى شي حاجه ما كاين والو بالنسبه كوزاره ديال الصناعه التقليديه اللي الدوله كتقول لك يعني قطاع غير مهيكل واليوم اللي هي عارفه قطاع غير مهيكل كاينه وزاره وما عطيهاش الدعم ما قدرش باش تقنن هذا الصانع التقليدي ما قدرش ما تعطيه بزاف ديال الحويجات تقدمها له يعني هي كتشوف فيه غير مهيكل وهي اللي مسؤوله كوزاره ديال الصناعه التقليديه ولكن اسم على مسمى كوزاره يعني مكتوبه يلاه فوق منا وزاره ديال الصناعه التقليديه او كمندوبيه ولكن ما كاين حتى شي حاجه ما بغاش عمر الكلمه ما بغاش عمر شنو؟ عندهم الماء عندهم كل شيء ما بغاش عمر الكلمه هو سيدي عندهم الماء عندهم كل شيء ما بغاش عمر الماء خد غرفه صناعيه شكون اللي ما بغاش عمر الكلمه ما بغاش عمر الكلمه هذه هي الغرفه الصناعيه التقليديه لجهات فاس مكناس هاي السكرتير ما بغاش عمرنا الماء شربوا والثاني ما بغاش عمرنا الماء والثاني